الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار أن العراق يمتلك من الاحتياطات الاستراتيجية من القمح ما يكفي حتى نهاية شهر نيسان عام 2024. وأضاف جبار أن حجم إنتاج الحنطة من الممكن أن يكون أعلى من الموسم السابق، وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن. وأفادت وزارة الزراعة بأن العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة يلزمه ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من القمح سنوياً. كشفت وزارة خارجية كمبوديا عن وضع العراق كسوق محتمل للرز الكمبودي في المستقبل بعد الاستحواذ على الأسواق في الصين وأوروبا. وقال موقع ستاتستينا للبيانات الإحصائية عن وزير الخارجية الكمبودي يانغ ساين كوما قوله إن أكبر مستوردي الأرز على مستوى العالم هم الصين والفلبين والاتحاد الأوروبي والعراق ونيجيريا وإندونيسيا، وتحتل فيتنام المركز السابع. وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، تليها تايلاند وفيتنام في المرتبة الثالثة، بينما تحتل كمبوديا حاليا المركز الثامن ولديها القدرة على الانتقال إلى المركز الخامس في المستقبل. أعلن الأردن أن العراق ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 11 شهرا من العام الحالي 2023. وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية إن صادرات الغرفة خلال 11 شهرا من العام الحالي وصلت إلى 6,407,000,000 دينار أردني مقابل 6,918,000,000 دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022، مضيفة أن أمريكا جاءت أولا كأكثر دول استيرادا من الأردن بقيمة 1,065,000,000 دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 1,107,000,000 دينار أردني، ومن ثم العراق ثالثا بقيمة 791,000,000 دينار أردني. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط رغم استقرار أسعار النفط عالميا. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولارين و17 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و35 سنتا للبرميل، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولارين و17 سنتا أيضا ليصل إلى 78 دولارا و40 سنتا. هذا واستقرت أسعار النفط العالمي بعد خسارة استمرت لمدة 3 أيام، حيث قالت السعودية إن التخفيضات الأخيرة من قبل تحالف أوبك بلس سيتم الالتزام بها بالكامل ويمكن تمديدها في مواجهة الشكوك المستمرة بشأن فاعلية القيود. رجح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استمرار تخفيض إنتاج النفط التي أقرها تحالف أوبك بلس بعد الربع الأول من العام القادم إذا لزم الأمر. وقال الوزير السعودي إن تخفيضات العرض التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل أوبك بلس بمليونين ومئتي ألف برميل يوميا نصفها تقريبا يأتي من السعودية، وذلك لن يتم سحبها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام نهج تدريجي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.